بارطاجي فيديو، دير قليب، دير شي كومونتير زوين. تحياتي الناس ديالي في يوتيوب، توحشتكم والله العظيم. القانون ديال اسبانيا قانون جديد، الناس ما كتوصلكمش الخبر صحيح، انا دائما كنجيب لكم خبر صحيح باقي في ميكتو. الناس اللي هنا في اسبانيا بصفه عامه، الناس اللي في اسبانيا بصفه عامه، الناس اللي ما عندهاش الاوراق، هذا خبر مفرح. بالي اول حاجه اسبانيا طبقوا القانون ديال ترخيطه ديال السنه، ترخيطه ديال السنه، اقامه ديال اسبانيا، الاوراق ديال اسبانيا نورمال، غير ما تقدرش تخدم بهم. ولكن شنو كنطلبوا وشنو كيطلبوا هاد الناس الاخوان؟ اسبانيا شنو كتطلب من المهاجرين؟ اسبانيا شنو هما الحوايج اللي ما تقدرش تشد فيهم الاوراق؟ شنو هما الحوايج او الظروف اللي عندك ما تقدرش تدفع هاد الترخيطه هاد؟ بالي اجي معايا، اجي اسمع مزيان، شي كتلقاهو مشحر واسمع هاد الهضره هادي. ملي كنتي في اسبانيا وديجا عندك مشاكل وعندك انبصامات بزاف ديال التخرويض، حاول دير محامي ومسح ديك المشاكل اللي عندك. هذه الضربه الاولى، ما يقولها لك حتى شي واحد. الضربه الثانيه، ولا كنتي في اسبانيا وما عندكش لادريس، ومثلا انت عندك لادريس مثلا في برشلونه وانت كاين في مدريد، حاول تهود من برشلونه حيت تما غادي تدفع بابا ديالي، ما يمكنش تدفع في مدريد، تدفع في البلاصه اللي عندك فيها شهاده سكنه. ثانيا، ثالثا، انا عندي لوجو، واش نقدر ندفع هذا القانون؟ لا، ما يمكنش. تكون مغربي وعندك اللوجو، واخا باقي هذيك اللوجو يدفعتي ما يرفضوه لك، ديجا عندك اللوجو دفعتي ويرفضوه لك؟ نو، ما يمكنش. انا عندي في اسبانيا 3 سنين وعندي 4 سنين وعندي 5 سنين، وكيقول لك كاين اللي كيقول عندي 10 سنين، واش ممكن تدفع قانون ديال عامين؟ ترخيطه ديال الكورسو سي تقدر تدفع. اسبانيا كتطلب منك اخر سنتين، ما كتطلب منك حتى شي حاجه اخرى. انا شديت الترخيطه، واش نقدر نهود المغرب؟ تقدر تهود المغرب، ولكن كاين شروط. اول حاجه هذه كتسمى واحد بيضه بدون كمون، بيضه مسلوقه ما تقدرش تاكلها ولا ما كاينش كمون. هيدا الترخيطه هذه ما خصكش تفاير فيها. اول حاجه قبل ما نكملوا الهضره، واش تهبط المغرب او لا ما تهبطش، او لا شنو هما الظروف اللي ما يخليكش تهبط، او لا شنو هما الحوايج اللي خصك ترد بالك منهم. اول حاجه خصك ملي تشد الترخيطه هذه كتعطيهم باسابورتي مصور بجميع الجهات، كتعطيهم شهاده ديال السكنه فيها سنتين، وكتعطيهم واحد الالتزام بان انت كتلتزم، ولا انت كتلتزم بان غادي دير ديك الكورسو اللي انت التزمتي فيه بديك الورقه. من بعد 3 شهور ولا شافوك ما تسجلتيش في هذاك، اصلا في هذاك الكورسو، كيتحادوا لك اوتوماتيك الاوراق، كيديروا لك باخا. اسمع مزيان وافتح ودنك وما تبقاش تسمعوا الناس اللي كيضحكوا عليكم. هاد القانون هذا غادي يولي صافي، الناس يدفعوا ما بين 26 27 في الشهر اللي حنا فيه حتى 20 في شهر 8، من 1 في 8 حتى 20 في 8. هاد القانون هذا ما كانوش غادي يطبقوه. علاش؟ حيت قال لك يتكبوا علينا الناس بزاف، كانوا باغيين يديروا 3 شهور، اللي عنده 3 شهور في اسبانيا. ملي حسوا بان القضيه غتحمض قالوا غنديروا عامين باش نشوفوا. ولا كانوا الناس بزاف عندهم عامين في اسبانيا دفعوا، هو هذاك ما كانوش بزاف، نقدر نزيدوا واحد المجموعه مثلا، نزيدوا نقولوا الناس اللي عندها عام مثلا، عام ونص ولا 6 شهور او 9 شهور، هذاك الشيء على حسابه. بالي نرجعوا للنقطه ديالنا، خصك تسجل في كورسو من بعد 3 شهور او قبل 3 شهور، خصك ملي تشد الترخيطه اوتوماتيكمون تمشي تسجل في الكورسو اللي انت التزم او اللي انت التزمتي فيه. هذا الكورسو هذا خصك ضروري تمشي تسجل فيه وتبدا فيه وما تغيبش فيه، تخدم عليه بحال اللي خدام بالساعه في النهار والشهر. هذا الكورسو هذا ولا كان كيطالب 12 شهر، راه اسبانيا كتعطيك 12 شهر، ولا كان كيطالب 6 شهور، الطنجاوي ويلا انا هزيت كورسو في 6 شهور، ماشي انت اللي غتهز ولا انت الكورسو، البلاصه اللي غدير فيها الكورسو، ولا شافوك تاهلتي وعندك الحق تهز الكورسو، كيعطيوك الكورسو ديالك وكيعطيوك واحد الورقه، وديك الورقه هما كيصيفطوك للبلاصه اللي تخدم فيها، ويلا كان الكورسو اللي درتيه مطلوب ومازال الناس خصهم خدامه في ديك الكورسو، ويلا ما جبروا لك شي هما الخدمه، كيعطيوك واحد الورقه كيسمح لك تمشي تقلب على خدمه، ولا جبتي الخدمه عندك الحق تبدل الاوراق انترا باخو، تقدر تخدم بهم في اي مهنه. بالي هذه الاولى، خصك تسجل ديك 3 شهور الاولانيه، خصك تكون مسجل في هذا الكورسو، وخصك تكون مسجل غتسجلها، غتشد ديك الترخيطه تسجل، ومن بعد 3 شهور عندك الحق ديك الساعه تشد واحد السيمانه، فقط سيمانه حتى ل 15 يوم، تعاود تشوف والديك، ولا كنتي باغي تعاود تشوف والديك وتشوف عائلتك. ولا فوتي فوق 14 15 يوم، كتما راك درتي واحد الخطا كبير. ولا كنتي مطور بديك 15 يوم،
خرجتي ورقه ديال الطبيب او عمرتك مريض باش تقدر تشد باخا بان ما تقدرش تقرا ديك الايام. ماشي تجي غير هيدا تهود بلا ما تعلم بلا والو، حيت هذا راه مشكله، حيت غادي تكون عليك واحد المراقبه، ماشي غير انت، اي واحد عنده الترخيطه غتكون عليه مراقبه، مراقبه من الدوله، من السلطات. الدوله كلفت واحد المبلغ كبير، مبلغ كبير باش يكون كونترول، باش يكون واحد التدقيق في هذا القانون اللي غادي يديروه. الطنجاوي واش هذا القانون هذا غيكون دائما؟ مازال ما قالوش هذا القانون شحال يقدر يكون فيه. مازال السلطات او المسؤولين او الرئيس الهجره مازال ما قال حتى شي حاجه من اجل واش هذا القانون غيكون في 6 شهور 3 شهور شهر شهرين ولا يبقى ديما محلول. مازال ما عارفين والو، ولكن كما كتعرفوني كندير المستحيل، كل مره كنجيب لكم داكشي في الدقيقه. كما كتعرفوني انا كنجيب لكم شي حاجه في الميكا ديالها، وحتى هذه غنجيبها لكم في الميكا ديالها، ومازال غنجيب لكم شي قوالب تقدر ديروهم واعر. والنقطه اللي غنقول لكم، القانون ديال 3 سنين غادي يموت، القانون ديال 3 سنين غادي يطيح للارض، وغادي يحيدوا له حوايجو من الطقطق. السلام عليكم. علاش الطنجاوي؟ انا خيفي وكنخدم معايا الناس. بالنسبه لي انا شنو احسن حاجه نديرو؟ واش غنمشي نجيب هذاك اللي عنده كورسو مثلا انا فلاحه، يمشي نجيب هذاك اللي كيعرف يزرع وكيعرف ينقش كيعرف يحيد النعناع قصبور معقنوس؟ هذاك عنده كورسو وعنده الترخيطه ديال اسبانيا مع اليغين داخلو يخدم حيت هذاك معلم، اولا غنجيب واحد نعطيه كونتراتو انديفينيدو وانا ما عرفوش واش كيقدر يخدم الخدمه اللي غادي يعطيه ولا ما يخدمهاش. في نظركم واش غادي نختار؟ غادي نختار هذاك اللي عنده كورسو وخدم على كورسو، وانا عارف بان هذاك السيد غادي نهزو ونحطو بلا ما ندور قدامي معاه. هاد الخدمه هذه اللي كنقول لكم انا، ولا الطريقه هذه كيفكروا بها الناس الكبار والناس اللي عندهم الدماغ، الناس اللي عندهم الهربه. تحياتي الناس اللي كيفهمونا وكيحبونا، واللي بقات انا دقيقه يكتبها لي في كومونتير يقول لي الطنجاوي دقيقه 53 56 زعما دقيقه 6 دقائق فاصله، قول 7 دقائق واقفه، قولي الطنجاوي وصلت دقيقة 7 دقائق. المهم الترخيطة ديال سنة كتنفعنا بزاف صراحة، بحال دابا أنا باقي لي سيمانة نكمل 3 سنين، نقدر أنا ولا جبرت كونترا بلا ما ندفع هذا القانون. علاش؟ أنا باغي نخدم، أنا عندي مسؤولية صراحة أنا الإخوة، أنا باغي نخدم عندي مسؤولية، ولا جبرت كونتراتو نقدر ندفع أنا بكونتراتو قانون ديال 3 سنين، ولا ما جبرتش كونتراتو حتى أنا غندير بحالكم. ولكن نحاول خصني نجبر كونتراتو. علاش الاخوان؟ حيت انا ما غاديش نلتزم في هذا الكورس. علاش؟ حيت انا عندي مسؤوليه، عندي الكرا وعندي وليدات، ما نقدرش ندير هذا الشيء هذا. بالي اذا انا ما غندفعش هذا القانون هذا، صبرنا 3 سنين ما نصبروا حتى واحد عام اخر ولا 6 شهور اخر منو باسانادا، ما كاينش مشكل، عام ما هي والو، فهمتي؟ نصبروها. اذا القانون 3 سنين غادي ينهار وغيولي من نهار من مره مطيح، وتقدر اسبانيا تولي في القانون 3 سنين دير فيه غير عامين. علاش دير فيه عامين؟ حيت اسبانيا ولات بغات مؤخرا تعطي الوراق للناس، بغات تجبد المهاجرين عندها بطريقه غير مباشره، ولكن كما كتعرفوا اسبانيا باغات دير هادشي حيت هي اصلا محتاجه في العمال، واوروبا كامله محتاجه في العمال، اوروبا كامله فيها غير الشيخوخه، حنا باقيين شباب الحمد لله، باقي فينا ما نهدكو وندقدقو ونسلخو وناكلو. السلام عليكم.